السلام عليكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم سنتحدث عن كيفية التأكد من أن أنثى الزيبرا تطعم فراخها بشكل جيد أم لا. قبل ما نبدأ في الشرح إخواني، أتمنى كل من يشاهد الفيديو يضع لايك للفيديو، ومن ليس مشترك معنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. بعد فقس فراخ الزيبرا لا تطلب الأكل إلا بعد مرور 6 أو 8 ساعات من الفقس. ما وجب عليك أخي الكريم القيام به لكي تتأكد من أن أنثى الزيبرا تطعم فراخها أو لا؟ بعد 6 أو 8 ساعات من الفقس يجب عليك تفقد حويصلة الفراخ. فإذا رأيت أخي الكريم بأن حويصلة الفراخ كما تشاهد في الفيديو باللون الأصفر وممتلئة بالأكل، هنا تعرف بأن أنثى الزيبرا تطعم فراخها بشكل سليم. أما إذا وجدت حويصلة الفراخ فارغة وغير ممتلئة بالأكل وتعود بعد ساعتين أو ثلاثة بعد ذلك وتجد أيضا أن حويصلة الفراخ ما زالت فارغة، هنا تعلم بأن أنثى الزيبرا لا تطعم فراخها، لذا وجب عليك التدخل فورا وإطعامهم بنفسك، وإلا سيموتون جوعا. هذه الحالات قليلة الحدوث عند طيور الزيبرا، لأن طيور الزيبرا حريصة جدا على صغارها، ولكن في بعض الأحيان يوجد بعض الأزواج التي لا تطعم صغارها وتموت جوعا. كما تشاهد في الفيديو، هذه الأنثى ما شاء الله تطعم فراخها بشكل جيد وصحي وسليم. وإذ رأيت أخي الكريم أن الحويصلة فارغة، تدخل فورا وأطعم الفراخ بنفسك لكي لا تموت لديك الفراخ. نتمنى أنكم استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم.